مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام وتواصلنا يستمر حيث يسير شوطنا 18 الذي خصص للجعدان. نسير إلى البداية ونتابع مبحر لعبد الله بطوير بالمر العامري اللي يسيطر على زمام الأمور، بينما النقلة إلى المركز الثاني هذا عالي عبد العزيز بن سلطان بتريم الاكتبي، بينما في المركز الثالث هذا غيث لسالم بن أحمد الحوتة العامري. أما في المركز الرابع يتقدم الشامخ حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري. أما في المركز أيضا الخامس وتابع الوصول من أيضا العابر مبارك بن سالمين بن مبارك العامري اللي يحتل المركز الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى البداية وإلى التحدي، وعالي هو المسيطر على مقدمة الشوط. عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي هو اللي مسيطر على مقدمة الشوط، بينما الوصول على المركز الثاني هذا الشامخ حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري. أما في المركز الثالث من الجانب الآخر هذا مبحر عبد الله بالطوير بالمر العامري، بينما يأتي غيث لسالم بن أحمد بالحوتة العامري، بينما في المركز الخامس يأتي هنا ويتقدم اللي هو مرموق خلفان بن راشد بن محمد بن راشد الإغبلي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن المنافسة وين؟ التحديات وين؟ الصراع، الإثارة، الله 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 على التحدي. الشامخ بشموخه على المقدمة الأولى، ولكن بن تريم وهنا بن ياعد غير إلى المقدمة. حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري يقدم الشامخ، بينما غيث يتحرك لسالم بن أحمد الحوتة العامري على المركز الثاني المركز الثالث مبحر عبد الله بن طوير بمر العامري. الله يا سلام بن تريم قادم عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي مع عالي، وهنا يتقدم مرموق خلفان بن راشد بن محمد بن راشد الغبلي غادم بقوه في الامتار الاخيره في الامتار النهائيه. الشوط وين؟ التحديات، الله 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 على الاثاره، الله على مرموق سلاله شاهنيه عريقه مرموق، وانتاج خلي بالفعل. سلام يا مرموق، سلام سلامي على هذا الأداء المثير والجميل في هذا الانطلاق الرائع الجميل والمتميز في هذا الاندفاع. ها هو مرموق خلفان بن راشد بن محمد بن راشد الغفلي تهاريره والناموس له على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثاني وصل فيه مشاهدين الأعزاء الشامخ حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري. والمركز الثالث غيث لسالم بن احمد الحوتة العامري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني 6 دقائق
وثانية تهانينا والناموس لخلفان بن راشد بن محمد برايد الغفلي على فوز مرموق وانتاج ايضا مرموق الشيبة. وسلام ينخلي سلام على هذا الاداء والسلام لابد ان نزفه هناك الى ميدان الشعب ميدان اللبسة وامارة ام الغيوين تحتفل بهذا الفوز. تهانينا لك يا ابو راشد على هذا الانتصار الجميل.